معنا في هذا النهار باش نهضروا على ولادنا، ماشي تا ولادنا، ولاد المغرب. هادو من رعايا ديال سيدنا، هادو تا هما راهما ما كرهوش يكونوا بمناصب ويؤديوا الواجب الوطني كما تيؤدي الوزير ويدي القائد ويديه العالم ويديه، ولكن الظروف حتمت عليه باش يخرج لبرا املا في واحد العيش زوين، وهذا اللي خلاهم يلتجهوا لاي طرق قبل لهم النور من هذا الطريق ديال ليبيا. ما خموش المخاطر اللي كاينه تماك في ديك البلاد، التجؤوا تماك حصلوا. دابا ملي حصلوا تماك ولادنا ولاد الشعب حصلوا تماك، راهم تينجدوا وراهم مضربين. وهاد القضيه راه خص تنتبهوا لها، الاضراب راه هو تعرفوا المخلفات ديالو المستقبليه، مضربين. وحتى التنسيقيه اللي كاينين عندهم راه تينجدونا باش نطالبوا الناس المسؤولين يتدخلوا باش يجيبوهم في الطياره، على غرار ما داروا اخواننا الافارقه اللي جاوا بوركينا فاسو والنيجر والسودان باش يجيبوا لنا الناس ولاد المغرب للمغرب. ما نقولش ولادنا، نقولوا ولاد المغرب للمغرب. هادوك راهم سواعد البلاد، حنا غنموتوا وغادي هما اللي غادي يطلعوا المغرب. وراه الناس هنا مخلطه كثيره من كل جهه، وراه تنطالبوا بسيدنا يتدخل، تنطالبوا المسؤولين يوصلوا الميساج صاحب جلاله الله ينصرو ويعيدو.